السلام عليكم خوتي العزاز. كما كنعرفوا ان الطفل من الطبيعي كيحتاج يحس بالحب والقبول وبلا شروط من الام ديالو، واكيد ان الصوره اللي ببالنا هي الام، نبع الحنان، مصدر الامان. عدد كبير ديال الامهات ملي كيمشي الاب كتبقى هي حاضنه على ولادها، ولكن هادشي ما كينطبقش على جميع الامهات للأسف، لأن كاين اللي كتخلى على ولادها يا إما الجدة أو شي حد من العائلة وكتمشي تبني حياتها في موطع آخر بلا تأنيب الضمير، أو أنها خلت قطعة من روحها بلا ما تعرف شنو كتعاني. القصة ديال هاد الأخت كتألم، وأكيد قبل ما نشارك معاكم عملوا لي أخوتي لايك يفرحني وتعليقي بالسمني، وأكيد البارتاج باش تدعمني. ودابا ما عليكم اخوتي غير تكونوا على استعداد باش تسمعوا الاحداث ديال القصه. سلام، انا توفى با وخلاني صغيره بزاف، ما عقلتش عليه. اما ماما ملي توفى با رجعت للدار د والديها، وكانت كتخليني عند جداتي وكتمشي لمدينه اخرى قريبه من المدينه اللي فيها حنايا باش كتفتش على الخدمه. صافي، خدمت في واحد الاوطيل تما، ومن بعد تعرفت على واحد الاجنبي وتزوجت به وسمحت فيا. مشات لبلاد اخرى ماشي غير المدينه هي هاديك. انا بقيت مع جداتي، ولكن المعاناه اللي عنشوفها كنظن حتى حد ما عاش كيف حالي. هاد جداتي كان عايش معاها ولده اللي هو خالي، وكان خايب بزاف، قاطع يده من يد الله، كان سكيري وقمار، دوز عليا العذاب. كان دائما كيضربني بسبب او بلا سبب، وانا صغيره ما عارفه في الدنيا والو. بقيت هادك حتى ولا في عمري 12 عام، وهنا عاد تكون اكبر كارثه. شدني خالي وتكرفص عليا، ومن ديك الوقت زاد التعذيب ديالو. كل ما كبرت هو كيزيد، كان كيحبسني، كيشد عليا في واحد البيت، كيخليني 3 ايام و4 ايام بالجوع والعطش حتى كنكون علي نموت. في واحد النهار كيف العاده حبسني وانا تزيرت، ما كان عليا غير لبيت نداء الطبيعه في داك البيت. ملي جا وجبرني في ديك الحاله بقى كيضرب فيا وكيجفف بيا الارض. من داك الوقت ولا كيحبسني في واحد الطواليط في السطح. ما تصوروش يا خوتي الليله الاولى شحال خفت وبكيت. من بعد ولفت، اتقولوا لي فين جداتك من هاد الشي كامل؟ غنقول لكم كانت كتخاف منه، مرا كبيره وما قداش عليه. اما ميمتي اللي عتحن عليا مشات بنات حياتها في مطع اخر ونساتني بالمرة. صافي، بقيت على داك الحال حتى واحد النهار جاو شي ناس يخطبوني، شدني وبدا كيضرب فيا قدام، وبقى كيقول لي فين كتعرفو، وانا نحلف ونتكتف انني عمري ما شتو. بقى عليا بالضق حتى غيبني. ملي فقت كان الليل، وطلعني نسطح وربط لي رجلي ويدي، وخوى عليا سطال ديال الماء متلج، وقال لي باش تبرد شويه راه طلعت لك السخانه. صافي، بقيت هيداك حتى الصباح. عاوتاني جا وخوى عليا سطال ديال الماء اخر متلج وبارد. صافي، هي هاديك مات جداتي. وملي جات ماما نلعزو قلت لها ديني معاك ماما، ما تخلينيش هنايا. ولكن اقصى جواب سمعته في حياتي هو لا، ما عندك فين تمشي معايا. ما بغاتش تديني معاها وخلتني لمصيري. هنا شجعت نفسي وقررت نهرب من الدار، وفعلا هربت. تكرفست، ولكن ماشي كيف حال ملي كنت مع خالي. الحمد لله يسلي ربي في واحد الخدمه، ودابا انا مشيت لمدينه اخرى وخدامه في واحد الريستو كنغسل القشوع. ولكن ما عرفتش علاش ما بقت عندي رغبه في حتى حاجه، نفسيتي مدمره، وليت هامله راسي. بيتي مرون مرون واحد الدرجه ما تصوروش، ما عنديش الخاطر نجمعه. حتى الدوش ما بقيتش كندوش الماكله، وكناكل غير في الخدمه.
ملي كنجي للدار كنبقى غير كنفكر، كنفكر في داكشي اللي وقع لي، كنفكر في الحياه ديالي اللي ضاعت لي. كنزيد نمرض وكنبقى نبكي، حتى الصلاه ما بقيتش كنصلي في الوقت، وبعض المرات ما كنقدرش حتى نوض من بلاصتي باش نمشي للخدمه. كنتفكر الكرا اللي خصو يتخلص هو اللي كينوضني بزز مني، حيت اذا ما خلصتش الكرا عنجبر راسي في الزنقه، هادشي اللي كيخليني نمشي. اما النعاس، مره ننعس ومره كنبقى نفكر حتى كيقرب الفجر. كنت علاين نحمق حتى نصحوني نمشي عند طبيب نفسي، لان الناس اللي خدامه معاهم قالوا بلي حالتي باينه الاكتئاب. وفعلا مشيت وبديت الحصص مع الطبيب، ولاحظت النظره ديالي للحياه تبدلت. عرفت ماشي الذنب ديالي بل ديال الظروف اللي كنت فيها، ودابا خصني نرمي كل شي مورا ظهري ونزيد للقدام. وكانت هذه هي قصتي، وما خصنيش نلوم نفسي على شي حاجه ماشي انا الذنب ديالي فيها. شكرا لانكم وصلتوا لنهايه القصه، واللي اول مره كيشوف قناتي ما تنسانيش من لايك والاشتراك مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اما الناس اللي ديما كتدعمني كنقول لكم شكرا بزاف 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 اخوتي الاعزاز، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، واكيد نتمنى التفاعل ديالكم بالتعليق، واخا غير قليل بيفرحني. ودابا اخوتي مع السلامة، الى قصة اخرى ان شاء الله.